تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول بمركز المنارة للمؤتمرات والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد. المؤتمر يسعى إلى جمع ممثلي القطاعات الطبية والصحية المختلفة في المنطقة وإفريقيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف أحدث التقنيات التكنولوجية في تلك المجالات، ويأتي انطلاقا من دور مصر التنموي بالقارة السمراء وفي ضوء حرص القيادة السياسية لمد يد العون بالخبرات والتجارب المصرية الرائدة للدول الشقيقة والصديقة. فقد أعلن الرئيس السيسي إطلاق مبادرة مصرية لإتاحة 30 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الإفريقية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي. أنا بقول إن إحنا مش دولة يعني مواردها هائلة ولا حاجة، ولكن ما لدينا بإخلاص متاح لكم كمشاركة، كتدريب، كتعليم، كعلاج، كنقل خبرات أو تبادل الخبرات. إحنا مش مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات، حتى في صناعة الدواء مع اللي هو اللي إحنا بنقول فيها إن في فرصة كبيرة، ويمكن زملائنا اتكلموا عن موضوع تصنيع اللقاحات. وهنا اسمحوا لي إن أنا بتواضع أعلن مبادرة يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية، وأرجو أن ده يتم تنسيقه مع الاتحاد الإفريقي. وفي جلسة حوارية هي الأولى من جلسات المؤتمر حملت عنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا، استعرض الرئيس السيسي التجربة المصرية الرائدة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، وكذلك عدد من المبادرات الصحية الرئاسية التي أسهمت خلال السنوات الماضية في رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين. ودعا الرئيس السيسي إلى الاستفادة من هذه التجربة في دول القارة السمراء لصالح الشعوب الإفريقية. لو في إرادة وفي أمل هيبقى في إنجاز. وبالتالي لما كنت أقول يعني زمان يعني أقول يعني ما حدش قادر يجيب لنا يكتشف المرض ده الفيروس سي قبل ما يكتشف يعني، وأيضا علاج ليه، لقينا إن مجرد ان كانت النوايا كده، انا بتكلم على مستوى الشخصي يعني، كان دايما ده هاجس، ودايما ده كان امر بفكر فيه بعمق الحقيقه. فربنا سبحانه وتعالى خلاني اعيش واشوف المرض ده واشوف كمان علاجه، ومش بس كده، ويخليني اساهم مع ابناء بلدي هنا في ان انا انهي هذا المرض في مصر. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أشاد خلال كلمة مسجلة أمام المؤتمر بالمنظومة الصحية التي تتبعها الدولة المصرية والمبادرات الصحية التي أطلقتها، ومن بينها مبادرة 100 مليون صحة. وفي كلمته خلال المؤتمر أكد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أن الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي تعمل على توفير احتياطي استراتيجي آمن من جميع الاحتياجات الطبية. وكانت توجهات سيادتكم للهيئة بعمل احتياط استراتيجي آمن للدولة في جميع الاحتياجات الطبية، أجهزة، أدوية، مستلزمات، معامل بالغ الأثر في عبور أزمة كورونا ومواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتموين على مستوى العالم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان أشار خلال كلمته إلى أن مصر انتهجت استراتيجية لتطوير المنظومة الطبية بها، وضخت في سبيل ذلك استثمارات ضخمة. أقل من 2% فقط من ما تحصل عليه أفريقيا من دواء هو من إنتاجها، ويتم الاستعانة بأكثر من 98% من الخارج. هذا هو حال هذه القارة بوضوح، وإحنا جزء من هذه القارة، ولكن تنبأت مصر منذ سنوات، وفي خلال السبع سنوات الماضية كان علينا أن نجد حلول غير تقليدية للتعامل مع هذه الأزمات التي يمكن أن نشترك في كثير منها. ومن هنا كانت استراتيجية تطوير منظومة الصحية في مصر التي حتى الآن ندرس إعادة هيكلة المنظومة بكثير من الجوانب.
وتستمر فعاليات المؤتمر والمعرض حتى السابع من الشهر الجاري بمشاركة ممثلي أكثر من 350 شركة وعارض إقليمي ودولي من 102 دولة، كما يستضيف أكثر من 2000 شخص من ممثلي الهيئات الطبية الحكومية وشخصيات بارزة في القطاع الطبي في إفريقيا والشرق الأوسط، كما يشهد عقد ما يزيد عن 350 جلسة و20 ورشة عمل بمشاركة 800 متحدث وخبير دولي في المجال الطبي وقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية. وبهذا فإن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول يعد منصة هامة تقدمها مصر للدول الشقيقة والصديقة في المنطقة وإفريقيا والعالم لاستكشاف واستشراف جديد الصناعات الطبية والدوائية عالميا. ويأتي انعقاد هذا الملتقى الطبي الهام على أرض مصر انعكاسا لنجاح قطاع الرعاية الصحية خلال 7 سنوات الماضية في تخطي كافة التحديات التي طالما أرقته طوال عقود ماضية، وانطلاقا إلى أفاق أرحب نحو تقديم رعاية صحية تليق بالمواطن المصري. من مركز المنارة للمؤتمرات على رشوان النيل.